صباح الخير شهرزاد، شكرا لك ولكل مستمعنا الافاضل. اهلا بكم مع عدد جديد من ضيف الصباح على امواج القناه الاولى. اسعد اليوم باستضافه السيد زروال كيلاني، مدير الاستشراف والتنظيم بوزاره العدل. مرحبا بك سيدي الكريم وشكرا على تلبيه الدعوه. شكرا لك سيدتي. إذا بداية سيد زروال كيلاني، يكثر الحديث هذه الأيام حول مشروع قانون السجون وتنظيم هذا القطاع، ما هي أهم ممكن المحاور التي ستندرج ضمن هذا القانون؟ بالفعل هذا في إطار دائما إصلاحات الجذرية التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية منذ 1999، ومواصلة لذلك تم التكفل بإصلاح قطاع العدالة في شقيه، الشق القضائي والشق لإدارة السجون، وبالتالي أوليت الأهمية القصوى لإدخال كل الوسائل المادية والبشرية زائد تكنولوجية الإعلام والاتصال من أجل عصرنة القطاع. والشيء الأساسي في بالنسبة للقانون الجديد هو إدخال تقنية السوار الإلكتروني في كعقوبة بديلة، وهذا بعدما تم في السابق إدخاله كرقابة إلكترونية جديدة في قانون إجراءات جزائية. نعم، بالحديث عن السوار الإلكتروني سيد زروال، يكثر الحديث على ثمن هذا السوار، أكيد أنه ستخصص له ميزانية، هل سيتم الإعداد في القريب العاجل للعمل بهذا السوار الإلكتروني خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية وترشيد النفقات بالجزائر؟ شكرا لك على هذا السؤال سيدتي. الشيء الأساسي والسبق أولا قلته من هذا المنبر لأن الدولة بذلت كل العناية من أجل تدعيم قطاع العدالة، زايد على ذلك أن معالي وزير العدل حافظ أختام قد كرس ودعم كل الكفاءات الوطنية من أجل القيام بهذه المشاريع المسطرة وفي إطار إصلاح العدالة. من بين المشاريع هي من الأساسية التي كانت وزارة العدل سباقة ولها قفزة نوعية، هي إدخال تكنولوجية الاتصال والإعلام. ما يخفاكمش أن وزارة العدل اليوم تعد من الدول الرائدة في استغلال تكنولوجية الاتصال والإعلام، وهذا بدون مبالغة. ولماذا؟ لأن خاصة في المجال القضائي، وهذا كذلك يرجع إلى أن قطاع العدالة قطاع حساس فيه إجراءات يجب احترامها وقوانين عديدة متشعبة، ليس وثيقة عادية أو أمر إداري يمكن إدخال عليه هذه التقنيات. وسوف أعود للنقطة التي أريد أن أصل إليها. وبالتالي كانت ثقة معالي وزير عبد الحفظ الأختام في الكفاءات الجزائرية 100%، والدعم اللي لقاته المديرية العامة لعاصمة العدالة أنها قدرت تحقق إنجازات بالكفاءات والتقنيات الجزائرية المحضة 100% دون الاستعانة بالخبرات الأجنبية أو التقنيين الأجانب. وبالتالي هنا أول شيء يجي للبال أن المبالغ المالية التي تستغل في مثل هذه المشاريع الضخمة كانت بالعملة الصعبة، وهناك شركات احتكارية في العالم معروفة تملك هذه التقنيات، تفرض أسعار خيالية بالإضافة إلى سعر الشراء الأولي، هناك سعر اشتراك سنوي من أجل التدخل، من أجل الصيانة هم يسموه كذلك، حتى المتابعة، ضيف إلى ذلك حتى المعطيات تاعك، المعطيات الخاصة بك تكون تابعة لطرف آخر. أعطيت سبق من هذا المنبر مثال أن في بريطانيا قد استعملوا من أجل استغلال تقنية التكنولوجيا الحديثة مع شركة عالمية أنهم اليوم حوالي 780 مليون جنيه استرليني من 2010 إلى غاية 2016 كان المشروع مازال ما انتهاش. حنا بفضل الله وفضل القدرات والدعم تاع معالي وزير العدل أن الكفاءات الجزائرية حققت مشاريع، عدة مشاريع، وهناك من تعد الرائدة في العالم، أقولها وأعيدها، خاصة أنك تقدم خدمات للمواطن عن بعد.
عبر الانترنت. الخدمات القضائيه في العالم باسره يمكن ان تقدمي طلبات، ولكن لا تحصلي على الوثيقه عن طريق الانترنت. يعني الطلب الكترونيا ثم التنقل يرسل اليك عن طريق البريد او باي طريقه اخرى، ولكن لا تحصلي عليه انيا، مثل شهاده السوابق القضائيه، شهاده الجنسيه. ضف الى ذلك التصحيح الاداري للاخطاء في الحاله المدنيه، انك اليوم المواطنين تاعنا اللي كانوا في الخارج كان لازم عليه يتنقل من الخارج يجي لمحكمه سيدي محمد باه يقوم بهذه الاصلاحات. اليوم المواطن في كفاء عن التنقل. نرجع للسوار، السوار الالكتروني الشيء اللي يكون ثمن المبلغ يكون وين، يكون مبلغ هام جدا بالعمله الصعبه، هو اليوم النهار اللي تكون ما تملكش التطبيقه، اذا ما عندكش المنظومه المعلوماتيه تكون مربوط بالخارج ويكون مبلغ باهظ. بالتالي سي زرويلة السوار الالكتروني سيكون محلي الصنع او محلي التركيبه والمعطيات والبيانات وما الى ذلك. السوار الالكتروني كآلة وسبق وان اظهرناه يمكن اقتناها من عند اي ممول، ولكن هناك شركات احتكاريه في العالم ما تقبلش باش تمتلك السوار الالكتروني كماده خام هكذا دون التطبيق. دون يعني لأن دون التطبيق الخاصة باستغلال هذا السوار، لأن التطبيقات في العالم بأسره المعمول بها أنهم تشتري التطبيقة وتسدد ثمن يومي لاستغلال كل سوار، يعني رسوم يوميا نعم. وبالتالي هذا ما يمكنش في الظروف الحالية، والظروف غير الحالية ما نقدروش باه نستغلوه لأن التكلفة تاعو تكون باهظة، ولكن بفضل الكفاءات الجزائرية والإطارات تاع مديرية العصران العام على رأس المدير العام قدروا ينجوا هذه التطبيقه. وراح نروح لك بعد من ذلك، لان التطبيقه هذه تمت مش بالسهل به تنجيها، ولكن الحمد لله تم التوفيق انك تملك التطبيقه تاعك، وبالتالي عندما تشتري جهاز انك اشتريت اي اوبجي كونكت، اي حاجه تتصل، اي اله يكون الثمن تاعها اقل بحوالي 80% من انك تشتريها وفقا للتطبيقه الكامله. متى سينطلق العمل بالسوار الالكتروني؟ العمل بالسوار الالكتروني كما قد سبق وشرعنا وقمنا بكل التجارب التقنيه التي كانت ناجحه 100% خاصه في تحديد المواقع بالضبط، لان الاهميه فيه تكمن انك تحدد مكان الشخص اللي حامل السوار بدقة والسرعة في الاستجابة في حالة محاولة النزع بإرسال الرسائل النصية، وجربناه بالمتعاملين الثلاث للهاتف النقال زائد تقنية الجي بي ار اس زائد تقنيات أخرى في الاتصال في حالة انعدام الشبكة. وبالتالي هذا بالنسبة لك كرقابة قضائية إلكترونية بالنسبة للأشخاص الغير محكوم عليهم. رايحة تجي المرحلة الثانية هي بالأشخاص المحكوم عليهم التابعين لإدارة يكونوا تحت إشراف إدارة السجون، وهم اللي يكونوا في إطار بعد قضية أقل من 3 سنوات مدة العقوبة، هذو كذلك راح يستفيدوا به كعقوبة بديلة. التعميم تاعو يطلب نوع من الوقت، ولكن حتى بعد المصادقه تاع القانون، لان القانون هذا بيصدر المصادقه عليه ان شاء الله. احنا على مستوى متى سيعرض هذا القانون؟ راح خلال ايام قليله راح يعرض على البرلمان بغرفته الغرفه السفلى والعليا، ويتم المصادقه. بعد المصادقه يدخل حيز الخدمه، ولكن احنا بالنسبه لعمليه التعميم على المستوى الوطني ناخذ بعمليه التدرج، ناخذ الاماكن اكثر كثافه، اماكن تغطيه الشبكه، ويتم توزيعه على جميع الى غايه نهايه 1919 ان شاء الله بربي تكون كل محاكم الجمهوريه الجزائريه مزوده بالسوار الالكتروني، واللي رايح يبدا يعني فئه ثم تليه يعني فئات اخرى كمرحله اوليه تنظيميه. سيد زرويلة، بالحديث عن السوار الالكتروني اكيد سيكون فيه حريه او مساحه من الحريه محدده لهذه الفئات التي سيتم يعني استغلال او استعمال سوار الالكتروني عليها. هذا يندرج كذلك في سياسه حمايه حقوق الانسان بالجزائر، واليوم فيه اجتماع للمجلس الوطني لحقوق الانسان بالجزائر. كيف ترى وزاره العدل ما حققته في مجال حمايه حقوق الانسان في اطار اكيد المحبوسين؟ أشكر لك سيدتي على هذا السؤال، سؤال هام جدا وجذري، لأن كل الإصلاحات التي قررها في القمطرة الجمهورية تهدف إلى تعزيز وتكريس حرية حقوق الإنسان
لا يخفى عليك سيدتي أن منذ أن خلقت البشرية لم يخلق السجن ليكون سجن، بل اليوم أصبحنا نتكلم عن العلوم السجنية. إذا تكلمنا عن العلوم السجنية نتكلم عن حرية الإنسان، عن الإنسان. حقا الإنسان اقترف أمرا سلبت منه حريته، ولكن هناك شروطه، الحقوق والشخصية الدنيا تحترم، وهذا ما يقوم عليه كل المرجعية الفلسفية لحقوق الإنسان اليوم في العالم. اليوم الجزائر أصبحت من الدول السباقة والتي قطعت شوط كبير من خلال سبق ذكر الإصلاحات التي قررها فرنسا رئيس الجمهورية وصرف عليها معالي وزير العدل، إعادة النظر في إنجاز مشاريع مؤسسات جديدة تستجيب للمعايير الدولية. وهذا راكم تشاهدوه على مالكم به، بأن مؤخرا فتحت العديد من المؤسسات عبر الوطن، ليس بإضافة مؤسسات جديدة لكن بإزالة المؤسسات القديمة التي لم تعد تصلح لأنها تعود إلى الحقبة الاستعمارية وليس فيها أدنى ظروف. اليوم المؤسسات مزودة بأحدث التقنيات، مزودة بأحدث المرافق الصحية، مزودة بأحدث قاعات التكوين، مزودة بأحدث قاعات وهذا في إطار سياسة إعادة الإدماج المحبوسين والتكفل بهم اجتماعيا ونفسيا حتى بعد خروجهم. أهلا بكم مجددا مستمعينا الفاضل، ضيف الصباح القناة الأولى اليوم الذي يستضيف لكم السيد زروالة كيلاني مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل. سيد زروالة، كنا نتكلم عند نقطة إدماج المحبوسين، تفضل سيد كيلاني. بالفعل اليوم كما سبق وأن ذكرت المؤسسات العقابية أصبحت مؤسسات تربوية بمعنى الكلمة، لما تحتويه من مرافق تربوية اجتماعية صحية، وبالتالي هنا النزير يجد كل التكفل التام من الدولة في بالمؤسسة ومرافقته حتى بعد الخروج. ضف إلى ذلك حتى اليوم أصبح في الفلسفة الجديدة بما يسمى الأمن الديناميكي. اليوم آخر ما قام به معالي وزير العدل هو إشرافه في مؤسسة مؤخرا على مؤسسة القليعة على استغلال تكنولوجية المراقبة المرئية. الناس تشوفها ببساطة المراقبة المرئية كأنها شيء عادي، لا ليس عادي، لأنها تستغل ليس بالطريقة الكلاسيكية ولكن تستغل بآخر تكنولوجيا ظهرت في العالم منذ حوالي سنتين. المراقب كيف؟ هذه الكاميرات مزودة بنظام معلوماتي يمكن من خلاله للسجين أن يتنقل داخل أروقة المؤسسة دون مرافقة من أعوان، وبالتالي هذه حرية التنقل، هذا شيء جديد، وأنه يتنقل في الأروقة والتوجه إلى مركز التكوين أو قاعة الدراسة أو قاعة العلاج. وبضيف إلى ذلك من ناحية مؤمنة أنها يمكن لهذه الكاميرات بها نظام معلوماتي يقوم من ناحية الأمنية عد كل المساجين في حالة البحث على سجين يتم التعرف عليه من خلال الركونيسانس فاسيال وتحديد مكانه وتشوفوا الظفرة النوعية. من جانب آخر ما أدخل كذلك أن اليوم النزير بالمؤسسة العقابية لديه تم رقمنة كل الملفات الخاصة بالنزلاء بالمؤسسات العقابية، يمكن متابعة ملفه الصحي مباشرة، متابعة وضعيته الجزائية، تنقله في بالنسبة لإعادة الإدماج في إطار الخطة الفردية أو الخطة الجماعية، وبالتالي كل هذه المعطيات أصبحت في قاعدة معطيات على مستوى المؤسسات وعلى المستوى المركزي يمكن من خلالها تحديد استراتيجية عامة لإدماج والنظرة حتى بالنسبة للجرائم ارتفاع، الإحصائية الدقيقة ودراسات دقيقة يمكننا من خلالها الاستمرار في سياسة إعادة الإدماج الفردي والكلي، والدليل على ذلك ما يحقق من نتائج في شهادات التعليم الابتدائي المتوسط البكالوريا ثم حتى الجامعات. نعم سيد زروالة، بالحديث هذا فيما جال عصرنة المؤسسات التربوية يقودنا الحديث إلى عصرنة المحاكم كهيكل يعني الذي تتم فيه هذه المحاكمة، يعني حتى مؤخرا صرنا يعني نتابع المحاكمة البعدية أو التحاضرية. عن بعد عن بعد. نعم. بالفعل بالفعل الجزائر قارة كما يقول لك ربي يحفظها، واليوم توجب علينا دائما في إطار ترشيد النفقات وإخفاف
تخفيف العناء على تنقل المسافات، فعندما تواجد نزلاء بمؤسسات أخرى وأشخاص في مدن أخرى يمكن اليوم أن تجرى المحاكمات وفقا للقانون عن بعد، وتم تم حتى بعض المحاكمات الدولية بين الجزائر وفرنسا، وكانت بتقنيات حديثة من إنجاز الفريق التقني للمديرية العامة لعاصمة العدالة. وهذا يمكن فيزيو كونفرنس يشوفوها الناس باللي أمر عادي اليوم، ولكن باستغلال تقنيات، لأنك تستغله بتقنيات خاصة في المحاكمات تكون باستغلال تدفق عالي بتكنولوجيا عالية، حتى يتسنى لك أن ما يكونش الانقطاع، يكون الصورة تاعك الكلام الصريح، لأنها من هذا يترتب عليها تقرير مصير أشخاص. اليوم هذه القضية أصبحت بديهية مسلم بها في الجزائر، لأننا من نعطيك ببساطة ما كانش مجلس قضائي خلال أسبوع ما عندوش محاكمة أو محاكمتين عن بعد، وهذا يكفينا أن ننقل النزلاء واستغلال السيارات هذه حاليا موجودة منذ سنة ونصف. اليوم كل المجالس القضائية والمحاكم عبر القطر الوطني تستغل هذه التقنيات المحاكمات عن بعد. إذا تكلمنا عن عصرنة المحاكم وعصرنة المجالس، اليوم احنا ما بقيناش نتكلموا في وزارة العدل على عصرنا، عصرنا خلاص هي الشوط قطعناه. اليوم احنا رايحين نتوجهوا الى عدالة متصلة، ان جوستيس ديجيتال، وهذا ان شاء الله بربي البرسبكتيف النظرة الاستشرافية 2020 تكون عندنا عدالة متصلة بأتم معنى الكلمة. بمعنى انا جايك اليوم، العدالة في السابق وهذا بالخبرة البسيطة والمتواضعة كانت فيها ثقل في معالجة ملفات والحجم العمل ونقص الإمكانيات البشرية وبعض عدة المسائل اللي كانت تسير بطريقة روتينية تقليدية كانت تتعطل في المسار والسرعة في الفصل في القضايا. 2014 كانت نقطة تحول جذرية. لماذا؟ نهار تم خلق الفريق التقني الجزائري والبحث، لأنك يمكن أن تستدعي أي خبراء أجانب، وسبق أن جاءوا خبراء أجانب كلهم يتكلموا يعطوك نظام معلوماتي ناقص. لماذا؟ عموميات وعمره ما يعطوكم الحل، يعطونا الحل الكامل. الحل الكامل يكمن في ماذا؟ الملف القضائي، تطبيق تسيير الملف القضائي. لماذا؟ لأنه من الصعب أن تقومي بإنجاز نظام معلوماتي مكتمل يسير الملف القضائي، لأن أسبق وقلت الملف القضائي ملف متشعب وفيه فروع وفيه قوانين مختلفة، قوانين الشق المدني الشق الجزائي، كل هذا باش تحصره لازم لك لابو دو ريشيرش زائد ناس الخبرة. كل التجارب السابقة حتى في جل الدول كانت تقوم بمعزل عن أهل الخبرة وأهل الكفاءات، وبالتالي دائما التطبيقة تكون ناقصة. اليوم في الجزائر حققناه وبديناه من تلمسان وعلنت عليه منا ومرينا للشلف، ورانا في قلمة ورايحين السنة القادمة إن شاء الله يتم تعميمه على جل المجالس والمحاكم والمحاكم الإدارية. لأن أول شيء قمنا به قمنا بلاجير لا جيستيون دي دوكيمون، اليوم كل المراسلات في وزارة العدل تتم عن طريق الشبكة الداخلية لوزارة العدل. ثانيا الملف القضائي راح نروحه حتى بعد من ذلك، نروح حتى الضبطية القضائية من اللي يدخل الملف القضائي الشكوى الأولى إلى غاية وصوله إلى المحكمة العليا يكون في نظام معلوماتي مكتمل. هذا ما سيضمن حتى الشفافية. أنا نكمل وهذه النظرة الاستراتيجية لمعالي وزير العدل، لأنه دائما كان يأكد عليها وكان يصر على الإجراءات الإصلاحات العميقة. هذا الإصلاح العميق لماذا؟ لأن الملف لما يمر في إطار نظام معلوماتي مكتمل يحق لأي كان أن يطلع عليه، يحق لأي كان تكون المعلومة السرعة في المعلومة الجاهزية. إذا كان تشوفوا إذا كان الملف مش يروح المحكمة المجلس يدو ديكارتو في علب صناديق، اليوم ما يتنقلش. وكيل الجمهورية كي توقع حادثة آنيا راه عنده الخبر بها، النائب العام نفس الشيء، قاضي التحقيق يسيزي نفس الشيء، الملف عنده القاضي. اليوم كي يدخل الجلسة دي فوا ما نشوفوهش من الملفات، اليوم عنده ليكرون تاعه وعنده كل شيء. ونزيدك أبعد من ذلك، وراه في هذه الأمور التطور على كنقولوا جوستيس، اليوم مثلا في المؤسسات العقابية من ناحية الأمن
درنا لونفرانت ديجيتال، درناه بنظام معلوماتي جزائري سير لوبن سورس، معنا الخبراء والمختصين يعرفوا كيسكو يعرفوا معنى انك تطور نظام معلوماتي الاوبن سورس المصدر المفتوح. لوبن سورس سي زيرو دينار، صفر دينار. لماذا؟ لانك تكون باش تمكن 5 دول رائده او 7 في العالم تستعمل لوبن سورس، هي الصين، هي باكستان، هي امريكا، هي في فرنسا مؤخرا، هي المانيا. اليوم ما صبحوش يروحوا للجوليتي، والاوبن سورس هذا المصدر المفتوح عندك في لا بلاتفورم، هي المنصه تاعك انك تقدر تطور واش حبيت ودير الاخر لي شون اللي تقدر تعملهم وتسير. وهذا واذا جبت اي نظام واحد اخر ما عندكش هذا المتسع وما عندكش هذا المجال باش تقدر تطور هذه الامور. اليوم الملف كما سبقت يبدا من مصالح الضبطيه القضائيه الى غايه المحكمه العليا الى غايه المؤسسه العقابيه، يطلع عليه انيا ويتابع. وكان بالنسبه للاحصائيات تكون احصائيات دقيقه بالنسبه الى الشفافيه. المواطن حد ذاته اليوم راه صبح ما يجيش من تن راس ما يجيش من تن راس باش يسقسي على الملف تاعو في المحكمه العليا. وانا ادعو المواطنين اليوم يسجلوا رواحهم في قاعده المعطيات الخاصه بوزاره العدل باه يحصلوا على الخدمات عن بعد ما يزيدوش حتى يتنقلوا للمحاكم. اي مواطن يعني. اي مواطن يروح يسجل روحه، لا الملف القضائي ماشي طالع لي اي مواطن. ملف القضائي من له صلة بالملف. هذه الأرضية هل يحق كل مواطن أنه يسجل نفسه؟ ليه قاعدة المخدمات عن بعد اليوم ندعوهم ودعيناهم منذ سنة أنكم تتقدموا يعطوك أي شباك فيه على مستوى أي محكمة فيها الخدمات عن بعد. كاين مزايا كثيرة تكفيكم التنقل وتكفي حتى أن الجالية في الخارج تاعنا رانا شفناهم اليوم هما اللي راهم توافدوا. لاحظنا أن الجالية في الخارج تستغل هذه التقنية. ضف إلى ذلك أن المتعاملين الاقتصاديين بالنسبة لاستخراج صحيفة السواق قضية في مجال الصفقات. نعم شيء جميل يعني أنه المواطن يكتسب ثقافة قانونية وقضائية. سؤال أخير، كل ما ذكرته سيد زروال هو شيء جميل بالنسبة للجزائر وبالنسبة لمجال العدل. فيما يخص التعاون، هل في اتفاقية تعاون لدول إفريقية تود الاستفادة منها؟ بالفعل سيدتي، وقمنا بمهمة في دقيقة فضل في دقيقة. بالفعل اليوم التجربة الجزائرية في المجال القضائي مطلوبة على المستوى الدولي، وسبقنا وتنقلنا في اطار عمل خبراء، مجموعه من الخبراء، الى دوله ثانيه كذلك شقيقه من اجل عصرنه قطاعها العدالي، بالرغم من انها كانت عندها مشاريع ولكن ما قدروش الاشكاليه. وكانت طلبات كثيره وزياره وفود متعدده من الدول الشقيقه والجاره من اجل مساهمه من مساعدتهم في انجاز نظام معلوماتي مكتمل في النسبه لتسيير ملف صحيفه السواق القضائيه، بالنسبه لتطبيق التسيير الجمهور العقابي، في امور كثيره يطلبوا المساعده. والحمد لله اليوم سمعه الجزائر في مجال استغلال تكنولوجيا الاعلام في العداله عندها سمعه، عندها سرعه وعندها مرتبه مرموقه ما شاء الله. وهو كذلك، وهذا يعني بناء وتجسيدا اكيد لما جاء به دستور سنه 2016. رايح النقطه هذه اللي نقول لك في الحريات، كنت رايح نواصل ونقول لك فخامه رئيس الجمهوريه اعطى النفس الجديد تكريس كل الحقوق والحريات من خلال الدستور الجديد، وبالتالي هذا كان ثاني دافع ثاني باه ننطلقوا في انجاز عده مشاريع، فهذا خدمه للمواطن والوطن. واكيد راح تنبثق العديد والعديد من القوانين العضويه من دستور سنه 2016 وحتى مخطط عمل الحكومه مؤخرا يولي اهميه كبيره لهذا القطاع. بدينا فيها حتى التقاضي بالنسبه لمحكمه الجنايات هي انطلقت، اقرها الدستور التقاضي على درجتين، اليوم التطبيق جاهزه والمحاكم بدات تعمل بها. حتى المحكمه العليا وما الى ذلك الكثير من النقاط. سيد زروال كيلاني مدير الاستشراف والتنظيم بوزاره العدل، للاسف لم يكفينا الوقت، اكيد نتطرق اليها في ممكن استضافه مستقبلا. سيدي الكريم شكرا لكم مستمعينا الافاضل على حسن الاصغاء والمتابعه، الى اللقاء.